في القاعة البيضاوية بالبيت الأبيض بواشنطن، التقى الرئيس دونالد ترامب مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، التي تعتبر أول مسؤول أجنبي يستقبله الرئيس الجمهوري بعد تنصيبه، وهذا لتجديد ما وصفه الرئيس الأمريكي الجديد بأنه علاقة خاصة بين البلدين. بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يأتي دعم ترامب للبريكسيت كخطوة للمساهمة في تخفيف تأثيرات الخروج. فقد أكد الزعيمان في ندوة صحفية مشتركة أنهما سيعملان على تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. كما أضافت تيريزا ماي أن الرئيس الأمريكي يدعم الحلف الأطلسي 100%، وهذا بعد الانتقادات المتكررة التي وجهها ترامب للحلف. وعن العلاقات مع روسيا، ترامب قال أنه من السابق لأوانه الحديث عن رفع العقوبات عن روسيا، فيما أكدت ماي أنه يجب إبقاء العقوبات خاصة مع التحركات الروسية في أوكرانيا.